Tu peux tuer les hommes, mais tu peux pas tuer leur histoire. كاين شغل اللي يحب لك الخير وكاين يحب لك الشر. كاين اللي تقول له زعما عفسه هكا ينقوا عفسه يقدم منه، يقول لك لا لا يا اخو. الحمد لله الذي خلقنا وللإسلام هدانا وبالدين قوم سلوكنا وبالسنة هذب أخلاقنا وبالعلم نور عقولنا وأفكارنا. أولا تقدم بالشكر لكامل الشعب الجزائري الذي هو موضوع الحصان اليوم، الأستاذ فايق مشري معكم أستاذ فيزياء. والله إنه لشعب عظيم عظمة أجداده وسلالته، شعب قد تراه أحيانا ينفعل ويغضب لأتفه الأسباب. شعب عظيم ثوري. نعرف بلي الشعب الجزائري عنده شغل، عنده النيف وعنده الكرامة، سيرتو في وقت الشدة يوقف معاك، خاصة في كي تكون هادو صحاب اللي يروحوا يحرقوا هادو ما تلقاهم يوقفوا بعضهم البعض تماك. لو بيبل الجيريا دو نيسونس c'est un peuple pacifique, sincèrement, c'est un peuple pacifique. Il est passé par toutes les misères, il a supporté toutes les misères. الشعب الجزائري كشغل كيما يقولوها ما يسيروا فيها كيفاهمه، واحد وحده ما يقدر يدير والو. كيما انا دوكا انا دوكاني حايب زعما شغل نهضر مع الشعب قدامنا. كاين اللي تقول له زعما عفسه هكا ينقوا عفسه قدامنا، يقول لك لا لا يا اخو كيفاهمه. شوف الشعب الجزائري اختي ماشي منظم، كاين في حوايج ملاح حوايج ماشي ملاح، كاين حوايج كيما نقولوا في رمضان هكذا يكونوا يتوانسوا يكونوا عاقلين يكونوا بيا في المناسبات، وكي ما تكونش المناسبات كانوا بكري ودركا يتبدلوا شويه. بكري ودرك ماشي كيف كيف، بكري يطيشوا الوسخ في الارض حاشا كيمسحوا بابي مشوار يطيشوا يعمروا الارض، دائما معمره تصير بها مسخه، تزير دائما مسخه. يزوب الخير. انا احنا شعب كيما يقولوا، احنا انا شعب جزائري حبي يقول انا نمثل روحي ونمثل كيما يقولوا شعب الجزائري. انتيك يا اخويا احنا تلاقينا في غربه، كلينا شربنا نحاميو على بعضنا نرفديو بعضنا وفوق الشده ولا غير عباد. انتيك رجال وكذا واش راح نقول لك، هذا واش يكون. الجزائري عاش على مدار قرون وقرون تحت القهر الاستعمار. نتميز انا الجزائريين بليزوم ليزوم معروفين من هذاك العام، نعرف لي زاجيريان رجال 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 ورجال ونص. الله غالب بارت فينا فئه تاع الرجال تاع الجزائر، نقولوا احنا ماشي رجال الذكوره، ما عندوش الاستقلال، ما داهش في دارو بين الزوجه تاعو واخته، يهضروا في الرجال اللي عندهم تاريخ. الشعب الجزائري عنده يعني العاده تاعو، عنده يعني شعب مليح، ما نقولوش حنا مي بون كاين نقائص شويه صار مليوري بون. شعب نعرفوا بلي فيه مليح ودوني، كاين شغل اللي يحب لك الخير وكاين يحب لك الشر، وان شاء الله نطلبوا ربي يهديهم هذوك، ماذا بينا نكونوا كامل يد واحده. الشعب الجزائري متميز بحضارته بثقافته، ويتميز ثاني حنا جايين حامين في دمنا، ما نبغوش نسمحوا في بعضياتنا مهما كان الخصوم وكاع، ما نسمحوش في بعضياتنا. الجزائري في الأصل شخص عاقل وراشد ويتميز بمستوى من الوعي اللي اكتسبه عبر هذا التاريخ. الشعب الجزائري منير في باركو كده منايا و سي ان بوب كي جينيرو هادي بريمو جي دير جي تري فرانش. انا شي الجزائريان جيم با ترو لو بوبل الجزائريان، بالك اون دور دالجي بالك قاد فيهم شويه النيه، مي ايسي الجي Et aussi c'est un peuple un peu nerveux parce qu'il a subi beaucoup de misère depuis. بعد ما لقاو شكون يوعيهم تركي راهم يوعوا فيهم الناس، ولاو شويه ماشي كيما بكري. ما نحبش اللي يجمع يقول لك الشعب هذا كاع نو، كاين اللي مليح وكاين اللي ماشي مليح كاع لي بلاص. Beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses dans les familles, le voisinage. Énormément de choses ont changé.
قد لا اتفق مع مع مع, مع في الاطروحه تاع الكثير اللي يقول لك بلي الجزائري اللي طرو نيرفي هكذاك بنتي وقع نفسيه. لا، الجزائري عنده طبع خاص. توجروا واقفين مع بعضياتنا، هذه الحاجه اللي تميز الشعب الجزائري، ومالغريتو ما فوتوش بعضياتنا، احنا قخر من قخر من الدول العربيه كاع. هذه الحاجه اللي تميزوا بها، كي متماسكين في بعضياتنا غايه. الشعب الجزائري خرجوا منه دي زاكتور دي زاكتريس، خرجوا منه دي فيلوزوف. لي زارجينيان الشعب الجزائري شعب هيستوريك، وماشي هو اللي دارها، داروها له جدودو البادري الفيليو، داروها له جدودو من التوره الجزائريه. الشعب الجزائري شعب راجل، والشعب يبرد في روحه، راكي فاهمه. الشعب ما لازمش يكشغل كيما يقولوها، الشعب لازم يفيق، راكي فاهمه. والدوله تانية تسير كيما الدوله كيما الشعب كاع كيف كيف. لاحظي في رمضان مثلا ما يسمى دور الافطار، لاحظي مثلا جو السوريين خاوتنا الى الجزائر وصار لهم اشكال وحرف البلد، احتواهم الشعب الجزائري بكل شرائحهم، بكل ما كان منهم من يعني محتاج او غير محتاج. جاء الافارقه فعاشوا هنا، جاء الاجانب الصينيون اللي راهم الان خذوا مشاريع ومكانه في الشعب الجزائري، وحتى صار الصيني يمثل ادوار في التلفزيون الجزائري. هذه تعبر، ان عبرت عن شيء فانما تعبر عن عظمه هذا الشعب وتواضعه، ويعني احنا نامل فيه الخير الكثير. الجزائري ابن باديس الله يرحمه قال كلمه، قال لك الشعب الجزائري مسلم وإلا المسلمين ينتسب. sincèrement ces derniers temps il faut pas y compter sur sa passivité, c'est-à-dire il passe un jour ou l'autre ça doit changer. Donc c'est pour ça je lance un appel solennel au gouvernement de lâcher un peu de lest comme on dit. Il faut le comprendre ce peuple. Il faut le comprendre. Et il faut une liberté, un peu une liberté d'expression. Parce que la liberté d'expression, elle construit le pays. ربما يقول بالجزائري صباح يشرب قهوة كحلة. نعم صحيح، هذا صحيح. ولكن بمجرد ما مثلا تطلب منه السماح أو كذا يتحول إلى إنسان ينزع ثيابه ويعطيك إياها، يعني ما لقوش أحن منه. Donc j'aimerais bien que les choses changent. J'aimerais bien qu'on donne les moyens aux jeunes surtout pour qu'ils puissent trouver un travail. Parce qu'il y a de quoi faire en Algérie. On a un très très beau pays. Madabia, on donne l'opportunité aux jeunes. L'avenir c'est les jeunes. Mais on a un passé. On est passé par une période de terrorisme. Donc ça a fait beaucoup d'effets secondaires en Bada. C'est les effets. Mbada. Les effets après le terrorisme, la décennie noire. On a fait un. Voilà. Ça fait des. Mais ça va s'améliorer, Inch'Allah. On espère que ça va s'améliorer de mieux en mieux. الشعب الجزائري خلات عليه. راكي فاهمه اوروبا ديريكت، لازم اوروبا. وربي ان شاء الله بلادنا تولي خير من الامريكان وفرنسا. وان شاء الله يبنوا جزائر جديده، يجيبوا الشينوا يبنوا لهم ديار جدد. طرقان يديرهم لافايونس ويولوا الدنيا تبرق، ويولوا هذو اللي جان هذو يبطلوا لا دروك والمخدرات وما يتبعوش طرق ماشي مليحه. من قال او من كذب فقد كذب. الشعب الجزائري يبقى شعب جزائري، ما يحول ما يزول، ما تغيروا حتى الدوله، لا مال ولا سلطه ولا طياره ولا دبابه. شعب جزائري سي ان بابل بونسور. ممكن إنسان ينفعل، ممكن أحيانا تجد بعض، يعني الحمد لله ليس الكل يتصرف بعض التصرفات يعني غير لائقة، حتى لا نقول يعني خارج عن شرع، ولكن هذا بسبب ممكن ظروف اجتماعية، الفقر وكذا، وممكن هذا الشاب راه يعاني ليس له عمل لفترة كبيرة، وبالتالي يعني عايش ظروف صعبة باختصار. ولكن طيبة الشعب الجزائري هي التي تميزه. وما كاش شعب في المغرب العربي كما الجزائر. ومن اللي راحنا البريزيدون هو ريبو مدينا راحت البلاد هذه.